مرحبا، كيف حالكم يا حلوين يا احلى المتابعين؟ طبعا وانا ماشي عند السلهات فجأت في معرض مرايا انا وإيلين، فقلنا لازم انا وإيلين نعبر نتعرف على المعرض ونشوف. طبعا استاذه هبه الهندي دائما معارضها حلوه وجميله وبالذات داخل الجلهات لانه مكان واسع. خلينا نشوف المعرض، يلا بو. طبعا يا مروش انا كل شيء من الطفوله بلفت انتباهي، يعني صور طفوليه، اشكال طفوليه، دمى، بابيت، عمل ارجوز. هذا مرحبا حاتم حلو، هذا عمل ارجوز، عم علوش الصغير. عارفين انا عملت مكتبة وصلت كل كتاب اشوفه اعلق فيه، يعني خذه خذه. اه عجبكم الشغل يعني؟ احنا كنا شغل الاطفال بلفت انتباه. ليش؟ لانه شغلنا اطفال بندور على الاشي الطفولي، يعني لو ما استفدناش بناخذ. عنصرية أي حاجة؟ لا هذه ما فيها عنصرية. شغلت اللازم أسعار خاصة أنا ولا أسعار؟ لا على المعارض دائما أسعارها خاصة. هي هذه على قدها صغيرة. من نوع كتكوت؟ هذه زي هيك أسوي حاجة كبيرة. في سلاسل على اخره انت لا وين عنور؟ وين يا كابتن؟ وين يا حلو؟ تعرفي هذا مين يا منونة؟ هذا عمو مرحبا. لا انت السوق الواقع. طبعا اول مره في حياتي اتصور مع مهرج وقبل مهرج. مهرج اول مره اشوف مهرج. بعدين مش اي مهرج، مهرجنا حبيبنا علوش ومهرج كل احترام احلى فرقه في العالم كلها حبايبي. لا يا عم مهرج انتوا للامانه انتوا الحب. ايش بدك تعمل؟ تقتل بوشك وين صاحبه؟ لا بدوش بمسك يا عم. هذا عصفور جوا القفص. ولا ولا ها والله لو عضتني بعضه. السلام عليكم. سلام انت
هاي هاي الخلاط على قدنا. هاي اهلا وسهلا. هذا عجان مش خلاط. شلك الخلاط؟ عشان الخلاط. والله هاتي قرب عيد الام، قرب عيد الام اللي بدي تجيب هديه لامه ياخذ له خلاط. انت اول واحد. هذا اللي هي تتعب انا جبت لها الحمد لله. جبت لها. ايش يابا معناك؟ هذا زين اشتريته للتلفزيون الديجيتال. هذا في جوالات نص كراتين جوالات. هاي عنا في عروضات هنا على كل اللي موجود هنا عروضات اليوم وبكره عروضات من 40 ل 50% بتوصل فيها كمان عنا جوائز بمناسبه عيد الام تعالوا لنا بكره بمعرض مرايا فلسطينيه في عروضات كثير رح ترضيكم وتعجبكم لعيد الام انا في حاجات حلوه واللي بحب امه يجي هنا يا اخوي في بكره جوائز رح نوزعها 10 جوائز يعني بكره بدك تيجي حتى رب الصبح جاي اليوم وياك هنا اليوم وزعنا 15 بكرة كنتش عمل لهم تعال الصبح واحدة والعصر واحدة والمغرب واحدة هسموا علينا الجمهور انا بقول للمتابعين عشان ما خدش هدية محدش يجي هنا لا لا تعال انت وياهم بكرة ان شاء الله لا سهل اللي بيجي على مرايا بياخذنا كان شوف المكان شركة عبد الحليم حسن بلبل اشد كهربائية سمعته يعني لو ما جيت على المكان روح على المكان الثاني بشوفه لا هذا مش طبيعي صح؟ طبيعي لا مش طبيعي ما كمان ليش 60 ما بدك تروحي هذا بكره ندو زي طبعا اللي بحب شجر الدل واللي بحب أزهار الزينة يشوف يعني هي هادي طول عمري بتمنى اجمع باب الشقة وكل مرة بكسر لكن هي كمان مرة كمان اسبوع بصير اطول مني شوف شجر الدل هذا كله في الدل يعني اشي حلو وجميل داخل البيت يعني عندك كنبات حلوات وبدك منها كنبات لا تقول صناعي ولا شيء شجر الظل جميل صح ولا لا يا بابا ايش بدنا هذيك احنا بالمساء هذيك اللي كل مره ماما وخواتي وعماتي جيب لنا زي هيك جيب لنا زيها هيا والله حب اشتريها ان شاء الله بس غالي يلا بدهم راعونا ايش اسعار بدك انا بقول اللي بدك اياه يعني روح له على المشتل وبهر عيون خلاص اجوك على المشتل وجينا على محلات الشرف لقيناه في المكان حبينا نطلع على الازياء الحلوه خلينا نشوف محلات شرفه يعني هدايا للماما هدايا للحبيبه هدايا لبنتك الحلوه كل موجوده واو زيبي بوبو انا عنديش بوبو اللي مش على قدك هذا؟ لا بيجيش على قدك بيجي على قدي هذا لكن احنا مسكتك هذا بيجي على قدك طبعا محلات الشرفة بلاش نقول وين هي لانها غنية عن التعريف زورونا تجدوا ما يسركم طبعا هذه مش عارف خبى فيها بقول له وين العلوش بقول جاي طبعا طبعا في عندنا اطفال في عندنا اطفال في عندنا حريمة في عندنا خزون كله موجود وعند الشرفة تعالوا شو كله على المكشوف حبيبي احمد الناس عال يا احمد مش بدنا احنا في المكان تقابلت مع هيا ومي يوتيوب لهم قناة يوتيوب وشاطرين حلوين وعرفونا هيا ومي يوتيوب من متابعيني كمان مروق مين شوفي موزة أصحابه وحبيبي بس أروح عنده بالتصور معهم إلهم شمس زيت وين شمس علوش؟ فيش عندكم شمس علوش؟ مرحبا وصلنا الموافية الكبيرة اللي متخبية طبعا أنا أمنية حياتي أمنية حياتي أتعرف على هالموزة على هالأستاذة كمامات كمامات استاذة هبة الهندي يعني نقطة سطر جديد نقطة كل احترام شكرا كثير لكم نتشرف فيكم وعلوش ومروش غنيين عن التعريف عن جد ثنائي رائع بفرح الاطفال بدخل الفرحة على قلوبهم بيجبوا حاضر الايتام والاطفال المهمشين اللي بالحواري كمان ايضا اللي بالمدارس الخاصة والرياض يعني ما فيش تفرقة خاصة عند علوش ومروش بنوجه لهم تحية كثير كبيرة وبنقول لهم مبسوطين كثير بشوفتكم بنتمنى بكرة كمان نشوفكم وعلى راسي يا عم علوش طبعا انا هاجي بكره عشان في هدايا برضه عندي الاستاذه هبه وعامله هدايا وراحت علي اليوم كل احترام شكرا لك وثقتك اللي فينا وان شاء الله دائما تكون احسن زمان اهلا وسهلا بفضلك انا لسه بلفلف 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 لما مسكت كل احترام
على راسك. اي انا قلت له بنت بس جاب لي بس ولا عندي كمان حبيبه عم علوم. لا لا خد يا بابا امسك البس. يلا روح فيها يا بابا روح فيها. يلا خلص هذا من عم فاضل هديها. شكرا يا عم فاضل حبيبنا عم فاضل. باي باي. ايش ايش اسمك على الانستا؟ عم كلاون علوش. كلاون ايش اخبارك؟ من انت؟ وين علوش؟ اوه اي اهلا وسهلا. مرحبا. طبعا دكتورة ريهام دكتورة ريهام المناوي يعني طب الاعشاب. بدك اعشاب بدك تضعف بدك تسمن تعبت. وبعدين للناس اللي بتستعمل الصبار بطريقه خاطئه ممكن تيجي تستبصر كيف يعني هو هاي الصبار الموجود مش انك تمزحها وتحط على وجهك وتكتبك. لا موجود طريقه وقتيش وانت قبل النوم بعد النوم تيجي تستشير الطبيبه بعدين تعرف تعمل يعني. اما طب الاعشاب انا كنت طويل وكسرت على ايدي. لارك كبيره. برضو انا يعني قاعد بتابع انا تعطيني وصفه انه اطول كيف اعرف؟ في عندك وصفات للطول؟ عندك وصفات للطول؟ لا طول لا للشعر في بغزل في بغزل انا قرب 400 قصير. لو كنت لقيت خلطين هم كل ما يجوا عليك بتعمل شيء خلطين. عندي انا كلها متجطب بالاعشاب الطبيعيه ما بتوصل. انا هي ريهام مناوي متجطب كلها متجطب بالاعشاب الطبيعيه بستخرجها من الزيوت الطبيعيه اللي انا خلقها. الصبان الكتان ايضا الثوم عندي كمان منصور عشان احمد اللوز المورن ده كله اشياء طبيعيه وجوز الهند هذه كلها زيوت طبيعيه عشان كده بستخرجها من النباتات الطبيعيه اللي ربنا خلقها. ومن ثم بشكلها على شكل بلسم للشعر وايضا شامبوهات للشعر وزيوت للشعر وكريمات للشعر. كل هذا شغل يدك؟ كله شغل يدوي هذا. ايش رايك علو؟ والله انا بالنسبه لي اسال مجرب ولا تسال حكيم. يعني انا جربت بالنسبه للشعر اللي دائما تنفش ممكن تغسله بالاعشاب تبعتها وبالشامبو طبيعي حتلاقي شيء ناعم وحرير. اللي نفسه يشوف مرته لمسه حجرة من جهه. وايضا في عندي تفتيح البشره كثير كثير ممتازه هذه كلها اعشاب طبيعيه صوابين كريمات وماسكات لتفتيح البشره. وايضا هي صوابين طبيه بالاعشاب الطبيعيه كل هذا مستخرجه من الزيوت والحمضيات وايضا الكربوهيدرات فيتامين سي اللي هو الطبيعي اللي هو الحمضيات. في عندي ايضا زبده الحمضيات هذه زبده الحمضيات هذه حمضيات طبيعي هذا حمض طبيعي كرمتينا بالبخار طبيعيه يعني ريحته حلوه. هذه كلها كويسه للبشره وللشعر ممتازه جدا جدا على الثامنة مساء زوجتي سمره التركاني متجدد طب الاعشاب الطبيعي وتحياتي للجميع. وهيك ما ضلش كلام كل الحب لكم ويلا. اوبا وهيك خلصنا من اللفه الحلوه في معرض مرايا الفلسطينيه وكان كثير حلو وكثير شفت الحاجات الحلوه وتصورنا وانبسطنا. يلا ما بدنا نقول لكم باي وكل الحب لكم.